الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فالسلام عليكم فضيلة الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ صالح، يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا شك حفظكم الله ونحن على أعتاب عام هجري جديد، لا شك أن محاسبة النفس من أصول الشرع وأيضا من لوازم العقل. كيف يقف المسلم أمام تغير هذه الأيام وتتابع الليل والنهار حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب على المسلم أن يحاسب نفسه في كل وقت، ليس في وقت دون وقت، ولا عندما يقال إنه نهاية العام وبداية العام، وإنما يحاسب نفسه في كل وقت، يزداد من الحسنات ويتوب من السيئات في كل يوم، بل في كل ساعة. هذا هو شأن المسلم. أما قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات في سياق ما ذكره الله جل وعلا في سورة آل عمران عن وقعة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين من القتل والجراح، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم وتمحيصا لهم، وليس هو لإهلاكهم. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. الذين آمنوا عند هذا الموقف فصبروا على ما أصابهم واسترجعوا وحاسبوا أنفسهم عن سبب ما أصابهم. وليعلم الله الذين آمنوا، الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن المراد به هنا علم الظهور عند حصول الشيء، وإلا فالله يعلمه قبل حصوله، قد كتبه في اللوح المحفوظ. ولكن هذا العلم إنما هو علم ظهور عند حصول ما قدره الله سبحانه وتعالى. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ما أصاب المسلمين من القتل فإنه شهادة في سبيل الله للمقتولين، فهو من صالحهم، لأن الشهداء أجرهم عند الله عظيم ومنزلتهم عند الله عالية، وهي خير من الدنيا وما فيها. وهذا من الحكمة فيما يجريه الله على عباده، أو ما أجراه الله على عباده المؤمنين في هذه الوقعة. والله لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين والظالمين. ليس معنى أنه أدال الكفار على المسلمين في هذه الوقعة أنه يحب الكفار ويبغض المؤمنين، لا، بل العكس، لأنه يحب المؤمنين ويمحصهم ويتخذ منهم شهداء، وهو لا يحب الكافرين، بل إنه سبحانه وتعالى يستدرجهم
من حيث لا يعلمون. نعم. ثم قال جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا. هذا من الحكمة أيضا أن ما أصاب المسلمين في هذه الوقعة أنه تمحيص لهم، تخليص لهم من ذنوبهم، تطهير لهم. وليمحص الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. هذا أيضا من الحكم أن الله جل وعلا يعلم من يصبر عند المصائب ومن يجزع، فإن المنافقين جزعوا وأما المؤمنون فإنهم صبروا واحتسبوا الأجر من الله عز وجل، فقوي إيمانهم وعظم يقينهم وأملهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. نعم فضيلة الشيخ صالح، تتحدثون عن أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم وكيف تنعكس عليه في حياته وفي علاقته مع نفسه ومجتمعه ومع أيضا غير المسلمين، لأن هناك من يرى أن الإيمان يكفي فقط. العقيدة هي الأصل وهي الأساس الذي يبنى عليه، تبنى عليه الحياة وتستقبل به الآخرة. فالعقيدة السليمة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس الذي يبني عليه المسلم عمله وحياته حاضرا ومستقبلا. فلا حياة بدون عقيدة ولا إيمان بدون عقيدة. فلا يمكن أن يكون الإيمان صحيحا ونافعا إلا مع العقيدة الصحيحة. أما من يدعي الإيمان وهو على عكس العقيدة الصحيحة فهذا ليس بمؤمن. فالدنيا والآخرة كلها مبنية على العقيدة الصحيحة، وأما العقيدة الفاسدة فهي أساس كل بلاء وكل شر وأساس كل عمل سيء، نسأل الله العافية. نعم. نعم بارك الله فيكم. كيف تصحح العقيدة من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تصحح العقيدة من خلال الشهادتين. نعم. بأن يحقق معنى الشهادتين. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعناه أنه يعترف ويقر ويعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فلا يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وغير ذلك، وإنما يخلصها لله عز وجل. فبهذا يحق شهادة أن لا إله إلا الله. أما من يقولها بلسانه ويخالفها بأقواله وأفعاله، فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهذا لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها ولم يحقق معناها. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله فإنها لا تتحقق إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وما نهى عنه وفي كل ما أمر به. وكذلك تتحقق شهادة أن محمدا رسول الله باتباعه والاقتداء به، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتتحقق شهادة أن محمدا رسول الله بطاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وبمحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم. بذلك تتحقق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه مهمة جداً،
أن الإنسان لا يعبد الله إلا بما يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله بالبدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو، إذا عمل بها فإن عمله باطل ومردود. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعمل بالبدع والمحدثات ويخالف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صادقا في شهادته أن محمدا رسول الله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. معنا اتصال من خميس المشيط، معنا الأخ محمد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل شيخ. سم أطيع يا شيخ. أنا عندي سؤال، إذا كنت في المسجد وأقرأ قرآن وجاء واحد وسلم، هل أقطع قراءة القرآن وأرد السلام أو أكمل قراءة القرآن؟ نعم، تكمل قراءة الآية ثم ترد عليه، مع أنه لا يشرع السلام على الذي يقرأ القرآن، لا يشرع السلام عليه. نعم، شكرا يا محمد. سؤال آخر. طيب، نعود إلى الأسئلة. هذا حفظكم الله يقول: قد من الله علي بالحج هذا العام وأسأل الله العلي القدير القبول، لكن يقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح بعد الحج وأنا أعلنت التوبة؟ إذا صلح عملك بعد الحج ورغبت في الأعمال الصالحة أكثر مما قبل، هذا دليل على القبول. فإن من علامة قبول الحسنة، نعم، الحسنة بعدها، وإن من علامة رد الحسنة السيئة بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله جل وعلا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتتبع التوبة بالعمل الصالح، فإذا تبت إلى الله في الحج أو في غيره توبة صادقة فلتستمر عليها بالعمل الصالح وترك الذنوب والمخالفات في مستقبل حياتك، هذه علامة القبول. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: حفظكم الله، هل التنازل عن الدم مقابل الملايين مخالف لمقصد الشريعة، وهل هو من العفو المحمود شرعا؟ المغالاة في أخذ الدية الكثيرة في مقابل العفو عن القصاص وإحراج الذين يتحملون هذا المال، هذا عفو ما هو من أجل طلب الثواب، إنما هو عفو من أجل المال وبيع للقصاص، هذا بيع للقصاص. الذي يعفو يأخذ الدية، الدية المقررة شرعا، وإن زاد عليها زيادة معقولة فلا بأس. أما الملايين والمبالغات في الأموال فهذا بيع للقصاص، وليس هو عفوا لوجه الله عز وجل. نعم، معنا اتصال من الحوطة، الأخ إبراهيم تفضل. مساء الخير أستاذ خالد، معك شيخ صالح. حياك الله. الله يسلمك ويحييك. أنا عندي سؤال بس واحد. ما هو؟ اللي هو يطول السلامة، أنا بيعرف طبعا ذكر فسأل السبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ذكر ورجل قلبه معلق بالمساجد. كيف يكون الإنسان معلق قلبه بالمساجد؟ طيب، هذا بس فقط سؤال. شكرا يا شيخ خالد. نعم، يعني يحب المساجد، وكل ما خرج إليها يرجع إليها لأنه يحبها ويألفها، هذا معنى قلبه معلق بالمساجد، أنه يحبها ويألفها ويتردد عليها ويرغب فيها والجلوس فيها والاعتكاف فيها. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو ذكرتم الأخوة والأخوات بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، شاب نشأ في عبادة الله، نعم، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، أحسن الله إليكم، كيف يكون الحب في الله حفظكم الله؟ الحب في الله يكون لأجل الله، لا من أجل الدنيا وطمع الدنيا. ما تحب إلا من يعطيك المال أو يحسن إليك، وإنما تحبه لله لأنه من عباد الله الصالحين، فالله يحبه فأنت تحب من يحبهم الله عز وجل، لا تحبهم من أجل الدنيا أو من أجل القرابة فقط، وإنما تحبهم من أجل الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم، يشتكي البعض من عدم وجود لذة عندما يقرأ القرآن، فما السبب وما هي الحلول لذلك؟ الحل لذلك ما أمر الله به في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة بقلب حاضر، فإن الله جل وعلا يمنع منه الشيطان فلا يوسوس له ولا يشغله عن القراءة وعن تدبر القرآن. نعم، معنا اتصال أبو علي من أبها، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. سم، لو سمحت عندي سؤال يا شيخ. تفضل. نعم، كان لدي امرأة وطلقتها ولي منها ولد كمل 5 سنوات ودخل السنة السادسة من عمره، لكن هناك في مشكلة يا شيخ، انه يرفض ابني الذهاب لوالدته، فهل يبقى ابني عندي وتبقى زيارة لوالدته فقط؟ ارجو الإفادة يا شيخ. نعم، هو يبقى عندك، نعم، تربي، ولو كان عند والدته في النهار وعندك في الليل يكون هذا أحسن. نعم، أنا يا شيخ في مدينة وهي في مدينة. أنت تترك له فيه صدى يا شيخ. سم خلاص، نودع الأخ أبو علي، تفضل يا شيخ. نعم، نقول إذا كان أنت في مدينة هو في مدينة أخرى فعلى حسب الإمكان يزور والدته على حسب الإمكان. نعم، أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: ما هي أسباب الانحراف العقدي وخاصة في العقيدة الإسلامية الصافية؟ أسباب الانحراف في العقيدة كثيرة، منها نعم مجالسة الأشرار وأهل الضلال والملاحدة وأصحاب الأفكار المنحرفة، مجالستهم والأنس بهم أو القراءة لهم، قراءة كتاباتهم أو قراءة المؤلفات المنحرفة وكتب الضلال، هذا مما يسبب الانحراف في العقيدة. هذا من ناحية، والناحية الأولى وهي أهم، الجهل بالعقيدة الصحيحة التي لم يتعلمها. يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة الصافية حتى يستقيم عليها ويحذر مما يضادها. فالجهل بالعقيدة الصحيحة ومخالطة الأشرار والقراءة لهم والاستماع لهم من أعظم الأسباب، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه نشر الشر في وسائل الإعلام، وما أحدث من المخترعات في الإنترنت والكمبيوترات وغير ذلك والمواقع، هذا من أسباب الانحراف. فالمسلم يتجنب هذه الأمور ولا يشغل وقته فيها ويلتفت إليها، لأنها تدخل عليه الشر شيئا فشيئا. نعم، في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما مفهوم الوسطية في الإسلام؟ أي عدولا خيارا، لأن الله سيتخذهم شهداء على الأمم يوم القيامة، والشاهد تشترط فيه العدالة،
وهي العدول الخيار، فهذه الأمة عدول خيار مؤهلون للشهادة على الأمم يوم القيامة أن رسلها قد بلغتها، ويكون الرسول عليكم شهيدا، محمد صلى الله عليه وسلم يزكي هذه الأمة ويشهد لها بالصدق. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال أبو عبد الله من الجوف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ نعم يسمعك، بس أغلق التلفزيون حتى ما يكون في صدى عندك، تفضل. أنا في عندي أخت، في عندي أخت إيه رضعت معها واحدة، أختي هذه من أبوي، إيه هل هي أخت لنا تصير من الرضاعة؟ نعم، إذا رضعت من لبن أبيك فإنها تكون أخت لك من الرضاعة. طيب مثلا يكون أخواتي اللي أكبر منها هل برضو عليها تسمعكم؟ اسمع اسمع أبو عبد الله، اسمع يا أخي، اسمع الجواب، ما أكملنا الجواب إلى هالحين. طيب تفضل. أقول إذا رضعت في صدى يا شيخ، سمع جلد، نودع الأخ أبو عبد الله حتى لا يكون هناك صدى ويسمع الإجابة عبر التلفزيون. تفضل يا أبو، تفضل يا شيخ. نقول إذا رضعت من أمك أو رضعت من زوجة أبيك رضاعا تاما، خمس رضعات يعني خمس مصات في الحولين، فإنها تكون أختا لك من الرضاعة. وأما أخواتها التي لم يرضعن من أمك ولا من زوجات أبيك فليس لهن علاقة بهذا، وهن أجنبيات منك وأنت أجنبي منهن. نعم نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل أو هذه تسأل تقول: ما حكم البكاء بسبب المرض الشديد؟ البكاء لا يقدر الإنسان على منعه، البكاء الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو هذا، فلا يتسخط من المرض ويجزع من المرض. وأما كونه يبكي من باب الرقة ومن باب الألم الذي أصابه فإنه لا يؤاخذ على ذلك لأنه ليس باختياره. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور؟ السبب في هذا أن النساء ضعيفات، فإذا رأت قبر أبيها أو أخيها أو ابنها فإنها تجزع وتبكي وتتسخط. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: يا أمة الله اصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندمت على كلمتها وجاءت تعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: الآن أصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا من الحكمة في منعها، لأنها تجزع إذا رأت قبر قريبها وحبيبها ولا تصبر. وهناك معنى آخر أيضا ذكره العلماء، وهي أن المرأة عرضة للفتنة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال ورآها الأشرار فإنهم قد يعتدون عليها ويحصل عليها ضرر منهم أو اعتداء أو إيذاء منهم. فلذلك المرأة لا تزور المقابر، وقد لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن على هذا الفعل، واللعن يدل على أن هذا الفعل كبيرة، وأيضا قرنه مع الذين يتخذون على القبور المساجد وهم ملعونون، وكذلك الذين يسرجون القبور وينورونها، لأن هذا دعاية للشرك بالله والغلو في القبور. فهذا يدل على تحريم زيارة المرأة للقبور، وإذا كانت عندها شفقة على الميت تدعو له وهي في بيتها، والله قريب مجيب، تتصدق عنه، تحج عنه أو تعتمر، فالباب مفتوح لنفعه بإذن الله من غير الزيارة المنهي عنها. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل يقول: ما هي طريقة الصحابة والتابعين في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كلما دخل الشخص المسجد النبوي يزور، أو على كل فرض من الفروض الخمسة؟
لا هذا لا يجوز، هذا بدعة. التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجلسون عنده، إنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم. فالقادم من السفر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، وإذا أراد أن يدعو الله يدعو الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء زائرا، إذا جاء من سفر، فإنه يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محاذيا له، مواجها له، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتأخر قليلا عن يمينه، ثم يقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ويا أبتي، ثم ينصرف رضي الله عنه. نعم، نستقبل اتصال من القصيم، المستمع والمشاهد سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله بالخير. في صدى. نعم سعد، عطنا سؤالك. سأله عن طريق الجمع، عندي مسافة 100 كيلو، 200 كيلو يومين أروح وأجي الصباح الفجر، ولا أرجع إلا الساعة 4، علي يحقني أجمع العصر مع الظهر. طيب، في سؤال آخر؟ لا بالسلامة. شكرا يا سعد، تسمع الإجابة إن شاء الله عن طريق التلفزيون. تفضل يا شيخ، يسأل عن الجمع 100 كيلو رايح 100 كيلو 100 كيلو جاي، ويجلس إلى 4 عصرا تقريبا. نعم، لا بأس أنه يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، إلا إذا كان عنده جماعة، مسجد وجماعة يصلون، يصلي معهم ويتم الصلاة. أما إذا صلى وحده أو مع أناس مسافرين فإنه يقصر الصلاة في ذهابا وإيابا، وأيضا إقامته في العمل قليلة لا تمنع من القصر. لكن كما ذكرنا، إذا كان عنده مسجد وجماعة يصلي معهم ويتم الصلاة. نعم نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، ما هو الضابط الشرعي في الجمع في حال نزول المطر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. الضابط في هذا أن يكون المطر يبل الثياب، إذا تعرض له تتربص ثيابه بالماء وتتبلل بالماء ويتأذى بذلك، أو يكون بعد المطر وحل في الأرض من طين ودحض يشق عليه خوضه ذهابا إلى المسجد. ففي هاتين الحالتين يجمع بين المغرب والعشاء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو علاج الرياء أو الشرك الخفي؟ علاجه بالتوبة إلى الله عز وجل، وتذكر خطر الرياء وخطر السمعة، وأنها تحبط العمل تبطل العمل. فإذا تذكر هذا فإنه يتوب إلى الله ويخلص عمله لله عز وجل ويترك الرياء. نعم، معنا اتصال الأخ جاسم من منطقة الأحساء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. رضي الله عنكم وأرضاكم. سؤالان، الأول ارفع سؤالك سم. عندي سؤالين. الأول توفى لي أخ قبل 20 عام في حادث سيارة، هو يملكها ويسوقها، توفى معه شخص آخر، فهل عليه شيء؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، مسجد أمامه مقبرة، يعني ملافقة للمحراب، بينها وبين المحراب تقريبا 200، قديم جدا، يعني انشأت في وسط المدينة. وتسأل عن؟ عن هل يجوز ولا لا المسجد طيب. بقاؤه. شكرا يا جاسم، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ، توفي أخوه قبل 20. السؤال الأول قضية أنه توفي معه شخص، توفي الجميع هو والشخص، هذه قضية ترفع إلى القضاء. نعم. وإلى المحكمة الشرعية لتنظر في أسباب الحادث ومجرياته، وهي تحكم في ذلك. وأما المسجد الذي عنده مقبرة، فإن كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء بينها وبينه مسافة، فلا أثر لذلك، والمسجد مسجد صحيح صلى فيه والحمد لله. نعم نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى
هذا يسأل يقول التوبة والعودة مرة أخرى في الذنب، وما هي شروط التوبة؟ نعم، شروط التوبة منها أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم أن لا يعود، لكن لو غلبته نفسه أو الشيطان أو الفتنة ووقع مرة ثانية في الذنب فلا يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة، كل ما أذنب ذنبا تاب إلى الله ويعزم على أن لا يعود. أما من تاب وهو عنده نية أنه يعود فهذه لا تقبل توبته. أما من تاب عازما أن لا يعود لكن غلبه بعد ذلك غالب ووقع في المعصية فلا يقنط من رحمة الله، بل يتوب إلى الله ويكرر التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول بالنسبة لمن قدح في أعراض الناس، هل يعتبر هذا من النميمة وما تكفير ذلك؟ هذا غيبة. نعم. هذا يعتبر من الغيبة، وإذا كان القدح في أعراض الناس بفعل الفاحشة فهذا قذف استحق به، إذا ثبت عليه استحق به الحد، يعني يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. فالقذف والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من 7 الموبقات، عده النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات. أما إذا كان بدون هذه الجريمة بأن وقع في أعراضهم بتنقصهم وما، هذه غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه فإنه يتيمم، والحالة الثانية إذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته وطبخه وشربه ووضوئه فإنه يوفر الماء لحاجته ويتيمم بالتراب للصلاة والحمد لله. نعم. معنا اتصال أبو أحمد من مكة المكرمة، حياك الله أبو أحمد. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله فضيلة الشيخ صالح، يقول: ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق البدعي هو المخالف للسني، يعني يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أو طلقها 3 بكلمة واحدة، فهذا طلاق بدعي لأنه مخالف للسنة. والطلاق السني أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وإن شاء أن يراجعها أثناء العدة فله ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: بالنسبة للمرأة أو شروط المرأة على الزوج بإكمال الدراسة أو العمل، هل يلزم الزوج بذلك؟ نعم، إذا التزم بهذا عند العقد فإنه يلزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقول عمر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. معنا اتصال آخر، أبو عبد الرحمن من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. سم. شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، من الله علينا بالحج هذه السنة، فبتنا ليلة 11 في منى، وبعد وفي الصباح سألنا بعض الناس فأخبرونا أنه هذا المنطقة العزيزية وليست بمنى، منى تبعد عنا فقط 500 متر، وكان هناك زحام شديد للناس. هذا السؤال الأول. نعم،
تعتبرون لم تبيتوا في منى هذه الليلة، فعليكم إطعام مسكين عن ترك ليلة من المبيت في منى، لأن كان الواجب عليكم السؤال عن منى حدودها. نعم، ترى في صدى. سم، ناخذ السؤال الثاني يمكن يروح إن شاء الله الصدى. تفضل يا أخي الكريم. السؤال الثاني بخصوص ما هو الدليل على أن بعض الناس يقولون أن طواف الإفاضة يجمع مع طواف الوداع أو يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ كثير من الناس يفعلونه في الحج، ونقول لهم ما الدليل؟ يقولون آخر العهد في البيت الطواف. ما هو الدليل على ذلك؟ شكرا يا أبو عبد الرحمن. نعم نعم، الجواب هو ما ذكروه، أنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. قد قال صلى الله عليه وقد أمر كما في الحديث، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الحديث الآخر لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، طواف الوداع يعني. فإذا طاف طواف الإفاضة آخر شيء وسافر بعده صح هذا وكفى عن الوداع، لأنه آخر شيء وعهده بالبيت. نعم نعم، نعود إلى أسئلة الإخوة. هذا السائل يقول: ما المقصود بالأرحام؟ المقصود بالأرحام الأقارب. نعم. الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو معاذ من الرياض يقول: كنت في المستشفى لمدة 3 أيام، وكنت أصلي، وقبل خروجي من المستشفى أخبروني أن اتجاه القبلة غير صحيح، ماذا أفعل؟ إذا كان الانحراف كثيرا فإنك تعيد الصلاة، لأنك غير معذور، لأن عندك من يخبرك عن القبلة ولم تسأل عنها، فأنت غير معذور في هذا، فتعيد الصلاة، لأنك تركت شرطا من شروط صحة الصلاة من غير عذر، لأنه بإمكانك أن تسأل أهل المستشفى عن القبلة. أما إذا كان الانحراف يسيرا فإنه لا يضر. نعم. هذا يسأل يقول: كثر السؤال عن هذا السؤال حفظكم الله، واختلفت الإجابات. يقول: إذا أتيت الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل الأولى أن أدخل في الصلاة أم أنتظر جماعة أخرى حفظكم الله؟ إذا كنت يغلب على ظنك أو تعلم أن هناك جماعة قادمة انتظرها، صلوا جميعا. أما إذا كنت لا تعلم أحدا فإنك تدخل مع الإمام فيما تبقى من الصلاة لتحصل على الأجر والمتابعة. نعم. معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. ما حكم في صدق الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟ طيب، سؤال آخر. شكرا. سؤال ثاني. أي. سؤال ثاني، ما حكم الأضحية وما حكم الهدي؟ طيب، شكرا لك. يسأل عن صيام عاشور يوما قبله ويوما بعده. صوم يوم عاشور سنة مؤكدة. نعم. ويصام يوم قبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سأل عن الأضحية حكمها وعن أيضا الهدي. الأضحية سنة مؤكدة. نعم. لمن عنده مقدرة عليها يذبحها في بيته ويأكل منها هو وأهله، ويتصدقون و يهدون إلى جيرانهم، هذا هو السنة، وهي عبادة عظيمة. وأما الهدي فهو على نوعين: هدي واجب لنسك من تمتع أو قران، أو ترك واجب من واجبات الحج، أو محظورا من محظورات الإحرام. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن أعطي زكاة مالي لأختي المتزوجة؟ وهل أيضا يصح أيضا أن تعطي الأم زكاتها لابنتها المتزوجة؟
إعطاؤه الزكاة لأخته المتزوجة يعطيها للزوج، لزوج الأخت إذا كان فقيرا، لأنه هو الذي ينفق. وأما زكاة الوالد لولده أو الولد لوالده فلا تجوز في كلا الحالتين، لا زكاة الفرع للأصل ولا زكاة الأصل للفرع، لأنه يجب في هذه الحالة أن ينفق عليه، ولا يجعل الزكاة وقاية لما يجب عليه من الإنفاق على ابنه أو أبيه الفقيرين. نعم، معنا اتصال صالح من الأحساء. نعم. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت بسألك عن مسألة، واحد سرق يعني وهو صغير، فالحين كبر يعني وهو يتذكرها، يعني هل عليه شيء ولا كذا؟ طيب، شكرا يا صالح. نعم، يجب عليه رد المال إلى من سرقه منه أو إلى وارثه إن كان ميتا، أو طلب المسامحة منهم، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة فقط، وإنما مع التوبة رد المظلمة إلى صاحبها إلا أن يسمح عنها. نعم. يقول: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ بإدراكها، إذا أدركها مع الإمام بعد الإمام مباشرة، إذا أدركها بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام، يعني فضلها. نعم. هذا أبو محمد من أبها يقول: فضيلة الشيخ صالح، نرغب توجيه كلمة حول تهاجر الأقارب والنصح لهم. قطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحالقة، أقول تحلق الدين لا تحلق الشعر، فهي عظيمة، القطيعة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم، بارك الله. هذه إحدى الأخوات تقول: لاحظ على زوجي هداه الله دائما الإشادة بالزوجة الأخرى، وأنها تقوم بخدمتي وخدمة أهله، ولا يذكر العمال التي أقوم بها أنا، فهل هذا من العدل وهل هذا جائز للزوج؟ أولا، أنت قومي بالواجب عليك مثل ما تقوم به الزوجة الأخرى، وسوف لا يتكلم الزوج بهذا الكلام. ثم على الزوج أيضا ألا يتكلم بالثناء على إحدى الزوجتين بحضور الأخرى، لأن هذا يغيظها ويغير صدرها عليه، فلا يتكلم بهذا، عليه أنه يراعي المصلحة ويدفع المضرة. نعم. معنا اتصال غالب من الخارج، تفضل يا غالب. طيب، نعود إلى الأسئلة. راح غالب، إذا نعود إلى الأسئلة. هذا يقول: متى أبدأ في حساب الزكاة؟ عند تمام الحول، إذا تم الحول على المال فإنك تخرج الزكاة عند حلول الحول. طيب، وإذا كان أو في الحبوب والثمار عند الحصول عليها، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وإذا كان راتب شهري يا شيخ؟ إذا كان راتب شهري فإنه يجعل له موعدا من السنة يخرج زكاة ما اجتمع لديه، وتبرأ ذمته بذلك، وهذا أسهل عليه أيضا. نعم. هذه أم إبراهيم تقول: حفظكم الله، هل يجوز للمرأة في فترة حدادها الخروج من بيتها لحضور مراسم العزاء والحفلات عند أقاربها، أم تكتفي بالاتصال بالهاتف عليهم؟ تكتفي بالاتصال بالهاتف عليهم ولا تخرج من بيتها، لأن هذه الحاجة لا تجيز لها الخروج. الخروج لحاجة لا بد لها منها، كأن تأتي بحاجة من السوق أو بأمر لا بد لها منه، فتخرج في النهار له. نعم. معنا أبو أحمد من الرياض، تفضل بالسؤال. أبو أحمد. ألو. أرفع صوتك وتفضل، معك الشيخ صالح. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الو، خير الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. كيف حالك يا ابوي؟ طيب، بخير يا ابو احمد، ما هو سؤالك؟ انا عندي سؤال. ما هو سؤالي؟ انا كنت في اجازه في السودان. ايه. وكنت مشكله بسيطه كده، بيني وبين الحرمه بسيطه،
كيف؟ وانا حتى فيها وتلاقي الحرام انت ارفع صوتك ابو احمد. احصل جده اجيب لك هذه بتاع ذهب، اذا حصلت اذا ما حصلت فلوس برجع ان شاء الله متى ما جيت بجيبه معي. ما هو واضح سؤالك يا ابو احمد. نعم اجل اتصل مره ثانيه من جهاز اخر، غير واضح السؤال. شكرا لك يا ابو احمد. نعود الى الاسئله. هذا يقول ما حكم من اعتمر واقام اربعه ايام يصلي في الحرم، هل يلزمه طواف الوداع اذا اراد السفر؟ الوداع انما هو للحج، اما العمره فليس لها وداع واجب، ولكن اذا طاف للوداع فهو احسن وفيه اجر ان شاء الله. نعم نعم. هذا ابو بدر يقول ما هو علاج العين علما اني لا اعرف من اصابني فيها او بها؟ علاجها بذكر الله وبالرقية الشرعية والاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وربما يكون هذا توهما منك وليس هناك إصابة حقيقية، كثير من الناس يتوهم هذه الأمور، فعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والورد في الصباح والمساء ولا يضره إن شاء الله. نعم معنا اتصال الأخ محمد من الرياض. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك يا محمد. عندي سؤال يا لو سمحت. سم تفضل. ما حكم الجهر في الصلاة إذا مثلا لقيت علي ركعة من الصلاة الجهرية، الركعة هذه اللي تبقى أجهر فيها ولا ما أجهر؟ ما حكم الجهر في الصلاة يا شيخ؟ يا أخي ما تدركه مع الإمام فهو أول صلاتك، وأما ما تقوم وتأتي به بعده فإنه آخر صلاتك، فلا تجهر في الركعتين الأخيرتين، إذا فاتتك الركعتان الأخيرتان لا تجهر فيهما. نعم نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ما هو واجب الزوجة على زوجها؟ واجبها الحقوق التي شرعها الله للزوجة، كل من الزوجين له حق على الآخر أو حقوق على الآخر، قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فكل من الزوجين يبذل الحقوق التي عليه للآخر. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول أتتني رسالة على جوالي حيث يقسم رجل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه سلاما للناس والمحافظة على الصلاة، فعلى كل من يقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر أربعة أيام فسيفرح فرحا شديدا، ما حكم هذا وما صدق هذه الرسالة؟ هذا كذاب، وهذا لها نظائر يكذبون في على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون وزعوه على الناس، واللي ما يوزعه يحصل عليه كذا من الوعيد، واللي يوزعه يحصل له كذا من الفوائد والأجر، هذا كذب ولا يجوز ترويجه على الناس. نعم معنا اتصال أبو عبد الله من القصيم. نعم أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير. حياك الله. سؤال الله يحفظك. سم حكم الجامع الظهر مع عصر، عندي دوام طول السنة، هل يجوز ولا المسافة 200 كيلو؟ نعم إذا سافرت 200 كيلو يوميا ذهابا وإيابا إنك تقصر الرباعية وتجمع بين الصلاتين، إلا إذا كنت عند جماعة في المسجد يصلون تصلي معهم وتتم الصلاة، أما في الطريق فلك الجمع والقصر ذهابا وإيابا. نعم نختم معكم فضيلة الشيخ صالح بهذا السؤال، من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر ماذا يعمل؟ نعم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما تيسر له في آخر الليل إذا قام في آخر الليل، زيادة خير والحمد لله. نعم جزاكم الله خير شيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله في أقواله وأعماله وأتم عليه الصحة والعافية، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العام المقبل وأن يتقبل أعمالنا في العام الذي مضى وأن يرحم موتانا وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء ومن المخرج عبد الله السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.